الاولى محمد شفيه طبعا يعني ناس كتير تستغرب من الاسم. صحيح. يعني الاسم الحقيقه يعني غريب، يعني بولا محمد شفيه، بولا محمد مصطفى شفيه. فبولا دي اسم الممرضه الايطاليه اللي انقذت حياه والدتها، كانت ولاده متعثره. بولا هي الابنه الوحيده لوالدها ووالدتها، بالمناسبه ابوها صعيدي من سوهاج وامها من الشرقيه، وكان في اشاعات انها اوروبيه بولنديه، فكانت تضحك تقول انا يعني عمري ما رحت بولندا يعني، او يعني فدي كانت اشاعه. الحقيقه كان لو فاكر كان في يعني كان في وافد بولندي جه في مصر هنا لاسبوع السينما البولنديه، فالاستاذ كمال الملاخي الحقيقه كان خد صوره ليها مع الوفد، وكتب تحتها تعليق ان ناديه لطفي تحتفل او تحتفي او تستقبل وافد من بولندا من يعني مسقط راسها يعني. فالحقيقه طلعت عليها اشاعه ان هي بولنديه الاصل، هي بالعكس كانت يعني مصره ان هي ست صعيديه، وهي فعلا كانت صعيديه يعني. فعايز ارجع لك واقول لك هذه الممرضه الايطاليه كانت في المستشفى الايطالي في مصر هنا، وكانت والدتها في حاله صعبه جدا في الولاده، وهذه الممرضه هي اللي انقذت حياه الام. فالاب الحقيقه امتنانا لهذه الممرضه الجميله سمى بنته على اسمها، فبقى اسمها بولا محمد مصطفى شفيه. الحقيقه عايز اقول لك بس ان اسم ناديه لطفي نفسه هي مقتبساه من روايه للاستاذ حسين عبد القدوس، وكان تحبه جدا. ناديه لطفي دي بطله لا انام، الروايه الشهيره للاستاذ حسين، وهي لما جت تشتغل في السينما كان لازم يعني تبقى ليها اسم فني. استاذ رمسيس نجيب الله يرحمه اللي طبعا هو اللي اكتشفها، قال لها بولا شفيق دي يعني اسم مش فني، لازم تختاري لك اسم. فهم يعني عرضوا عليها كذا اسم، منها سميحه حسين حاجات كده او سميحه حمدي. فهي قالت لا انا بحب اسم ناديه لطفي، انا بحب البطله بتاعت احسان، وخدت الاسم ده.